الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قال: المساجد، ذكر المساجد وقال: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد بيوت الله، قال: خذوا دينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله عز وجل يأمر التوجه إلى المساجد، وخاصة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، حيث يذكر الله في المسجد تسعى إليه، تمضي حثيثا لصلاة الجمعة في بيت الله عز وجل. وقال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه المساجد يذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه. فالمسجد الذي تقصده توجه إليه تعلم أنه بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، شرفه بهذه الإضافة، أضيف إليه تشريفا لهذا البيت الذي بني لله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا قال خذوا دينتكم عند كل مسجد، يبقى يأخذ الإنسان أفضل الثياب الطاهرة النظيفة التي يتجمل بها لبيت الله، التي تليق ببيت الله سبحانه وتعالى، ليس أي ثياب، مش هيجيب الثياب موضة عشان يروح بها في المسجد هذه أفضل الثياب التي عند الله. يأخذ الثياب الجميلة الشرعية التي يتجمل بها للصلاة، فيلبس القميص والقفطان، يلبس الثياب التي تستر تستر عورته إذا ركع إذا سجد. خذوا دينتكم عند كل مسجد. أحيانا بعض الشباب إذا بسنس حزة أو ضيق عليه لابس فانيلا وبنطلون حيث فرتكم عليه، يجي يركع يثبت لأي ظهر وبنى كشفت عورته وراكع وهو سالي. هذه ليست دينا للصلاة، هذه ليست دينا للصلاة. ليتدين للصلاة وليلبس ثيابا تليق بالصلاة. إذا كان الإنسان يتعمد ذلك، يلبس البنطلون اللي الوسط بتاعه نازل تحت سرته والفانيلا عليه قليلة وصغيرة، يركع فتبدو عورته من ظهره، هذا لا صلاة له، تبطل صلاته إذا تعمد هذا الشيء. فهنا احذر أن تصلي في ثياب لا تصح بها الصلاة. الصلاة أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر، ولنأخذ زينتكم عند كل مسجد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة، وقال لجرهد: لا تبدي عورتك لحي ولا ميت، لا تكشف فخذك لحي ولا ميت، استر عورتك. فأمر بذلك صلى الله عليه وسلم. إذا نأخذ الزينة التي تليق بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، ترجع وتسلك وأنت مستور مستتر، لا ينكشف منك شيء. وهنا آداب من آداب المسجد نتعلمها. الإنسان المسلم يحب بيت الله، يريد أن يحشر يوم القيامة عند الله سبحانه وقد غطاه وظلله بحبه لبيت الله سبحانه، مع السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه. إذا جاء إلى بيت الله مش جاي يتسامح، مش جاي يضحك، مش جاي يسمع حواليه، ولكن جاي لبيت الله عز وجل لذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كان قلبه معلقا بالمسجد للذكر ليطمئن قلبه محبة في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا يستحق أن يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. من أحكام المساجد أنه يحرم على الجود المكتب في المسجد. الإنسان الذي على بناه طهر الله عز وجل بيته وجعله أن الموجودون فيه لابد وأن يكونوا طاهرين من الحدث الأكبر. فإذا كان الإنسان جاء وقت الصلاة وجب عليه أن يتوضأ وأن يكون على وضوء، يبقى من الحدث الأصغر يرفع الحدث الأصغر حتى يدخل في الصلاة. يبقى الجنب كمحدث حدثا أكبر أو المرأة الحائض أو النفساء ليس لهم أن يمكثوا في المسجد، يحرم عليهم ذلك. الله سبحانه وتبارك وتعالى يذكر لنا المساجد، المساجد وأحكام المساجد هذه. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا ولا جنوبا. لا تقرب الصلاة ومنها سجى هو جنوب،
ولكن المساجد بيت الله تقربها وتسكن في بيت الله وأنت على جنابة، ولا ذنوبا إلا عابري سبيل. وش عبور الصلاة؟ عبور سبيل في الصلاة، إنما عبور السبيل في المساجد في بيت الله عز وجل. ولا ذنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالإنسان الذي على جنابة جاز أن يعبر السبيل، إذا كان هو ده طريقه يضط المية ليغتسل خلاص يعبر فيها. لكن إذا كان الإنسان لا ليس هذا طريقه إلى مكان الاغتسال، ليس له أن يقرب المسجد وهو على جنابة. الجنب حدث، الجنب طاهر، المني الذي يخرج من الجنب هذا طاهر، فلو أنه أصاب سريرا لم يجب عليه أن يغسله، ولكن محدث حدثا أكبر ويلزمه أن يرفع هذا الحدث. المرأة الحائض محدثة حدثا أكبر لا ينفعها الاغتسال إن اغتسلت، لو أصاب دمها الأرض لابد من غسل الأرض أو الشيء الذي نزل عليه. فإذا قال الله عز وجل ولا جنبا إلا عليه سبيل، يعني من باب أولى الحائض والنفساء ليس لهن أن يدخلن المسجد في مثل هذه الحال. لكن يجوز لهن حضور صلاة العيد في المصلى، والمصلى ليس المسجد، المصلى مكان ملحق بالمسجد، خارج المسجد، مكان خارج المسجد تصلي فيه النساء إذا كان الرجال يصلون في المسجد، أو إذا كان الجميع يصلون العيد في الصحراء فالمرأة تحضر، هذا ليس مسجدا، فلها أن تحضر حتى تستمع للذكر وحتى تحضر تشهد الخير وتحضر دعوة المسلمين. يبقى المسجد إذا كانت مرأة حائض أو نفساء أو كان رجل على جنابة ليس لهم أن ينقذوا في المسجد حتى يتطهر. لو احتلم الإنسان في المسجد وجب عليه أن يترك، لو إنسان معتكف في المسجد وحدث له ذلك، ما فيش في المسجد دورة مية، وجب عليه أن يقول يغتسل ثم يرجع إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، إلا إذا عجز عن الخروج، عجز كان قاعد في المسجد مسجد أبوابه متربكة مش عارف يخرج، معروف في هذه الحال، لكن ليس له عذر وجب أن يخرج من المسجد حتى يغتسل. كذلك إذا خاف على نفسه أو خاف على ماله، لعله يكون في المسجد وبايت بالليل في المسجد وشاء أصبح أو بالليل كان على جنابه، خايف يخرج في قطاع طريق في الطريق حد يسرق منه ماله، خاف إذا معذور أن ينقص لغاية ما يخرج. ده إذا كانت المساجد ليست فيها ميغة ولا دورة مياه، لكن والحال الآن كل المساجد تقريبا فيها دورات مياه، يبقى يلزمه أن يغتسل إلا إذا خاف عن نفسه من البرودة أو النار. يجوز للمحدث حدثا أصغر، الإنسان اللي يعني صار محدث حدثا أكبر الجنابة، محدث حدثا أصغر إذا كان تبول تعور خرج منه ريح هذا يجوز له أن ينقذ نفسه. فرضنا أنه قاعد من بعد صلاة الظهر ينتظر صلاة العصر في المسجد، الأفضل له أن يكون على وضوء، الأفضل أن يكون على وضوء، طول ما هو على وضوء يكتب له أنه يصلي، مع أنه يصلي في الشوء قاعد بس ينتظر الصلاة، لو كان على وضوء يكتب له أنه يصلي، لذلك الأفضل. لكن فرضنا أنه ما بيقدرش يمسك نفسه بيخرج منه الريح، يبقى هنا ما لاش يجوز أن يمكث في المسجد المحدث حدثا أكبر، لكن المحدث حدثا أكبر هو الذي لا يجوز له ذلك، سواء قاعد لغرض شرعي منتظر الصلاة أو في اعتكاف مثلا أو يسمع القرآن أو يسمع درس علم أو موعظة أو غير ذلك، ولا كراهة في ذلك، إنما يستحب أن يكون على وضوء. يجوز النوم في المسجد مع حاجة، إذا كان إنسان معتكف في بيت الله عز وجل يجوز له أنه ينام وحينام في ممر لابد ينام في المسجد، إذا هنا له عذره في ذلك. لا بأس بالأكل والشرب في المسجد أيضا بالحاجة، للحالة مش حيجي الناس يعزموا بعض فعن روح ناكله في المسجد يفرشوا يعودوا ياكلوا، لا المسجد ليس لذلك، لكن الأكل والشرب يكون تبعا لشيء آخر، تبعا لشيء آخر. إنسان مقيم في المسجد معتكف في بيت الله عز وجل 10 أيام يبقى لابد أن يأكل ويشرب، إنسان يحرس بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى أعدل في الحرارة له أن يأكل، أما كده من غير شيء إنه تعالوا روح نعودوا ناكله في المسجد لم تبنى المساجد في هذا، إنما المسجد لذكر الله ومن ولاه وعالم ومتعلم، هذا بنية المسجد. فتجوز أشياء بالتبع ولا تجوز بالأصل، تجوز في أشياء بالتبع، ذهب لبيت الله علشان ينام عشان مبداش عليه فوق السجر، هذا النوم تابع لشيء، يبقى هنا قصد أنه يحضر السجر. لكن إنسان تعال نام شوية بيت ربنا ويجي الصلاة يمشي ويقعد قاعد في السوق تعبان طول النهار طب ينام وقبل صلاة الفجر يروح أي ماشي ما بنصليش، لا لم تبنى المساجد لهذا، المساجد للصلاة، فيجوز فيها إنك تاكل أو تنام لعلة أخرى لأنك تنتظر الصلاة،
لأنك معتكف في بيت الله، لأنك تحرس بيت الله سبحانه وتعالى، وهكذا. إذا أكلت في بيت الله عز وجل يجعل على الأرض مفرش أو شيء حتى لا يقع ما يقول على الأرض فيلوث أرض المسجد. ليس لمن أكل ثوما أو بصرا أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة أن يأتي بيت الله سبحانه وتعالى طالما الرائحة موجودة فيه. إذا كان رائحة فمه الثوم أو البصل أو الكراث أو غير ذلك أشياء لها رائحة كريهة بحيث الناس تنفر منه، الملائكة أشد نفورا منه، إذا هذا يؤذي الملائكة فليس له أن يحضر المسجد وهو على هذا الحال. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاق من أكل ثوما أو كراثا فلا من ثوما أو بصرا فلا يقرب مسجدنا، في حديث ذكر الكراث. لا يحرم أن الإنسان خرج منه ريح وهو جالس في المسجد مع طول الوقت حدث منه ذلك، هذا لا يحرم عليه. يقول العلماء أنه لا يحرم إخراج ريح، لكن الأولى أن يجتنب ذلك، الأولى أن يجتنب ذلك إذا كان بيده في دورة مياه، يذهب إلى دورة المياه فيقضي حدثه، هذا الأفضل. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما ذكرنا. كذلك لا يجوز أن يبزق في المسجد، ولا يظن إنسان أن يفعل ذلك في مساجد مفروشة بالمقيد. كان زمان المساجد مش مفروشة، المسجد حصى أو تراب، فكانوا يبصقون على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البزاقة في المسجد خطيئة، مش خطأ، خطيئة. فرق بين الخطأ والخطيئة، الإنسان خطأ أخطأ ما أخطش، لكن خطيئة وقع في ذنب كبير، وقع في ذنب هذه الخطيئة. فلذلك لما يقول البصاق أو البزاق في المسجد خطيئة يعطيك كفارة، كفر عما فعل. قال وكفارتها دفنها. يحرم البول والفصد والقيء والحجام على أرض المسجد. طبعا الكلام هنا مش في دورات المياه، ثم يعمل ذلك، لكن أرض المسجد نفسها الإنسان يفعل فيها ذلك، هذا يؤذي أرض المسجد ويؤذي المكان الذي أمرنا بتطهيره. يحرم إدخال نجاسة إلى المسجد، فأما من على بدنه نجاسة أو به جرح فإن خافت اللوي فالمسجد حرم عليه الدخول. اللي فيه إنسان ممكن يكون في جرح في رجله براحة، في يده جرح بيطلع منه دم، حاطط شاش بس مع ذلك في دم، لو حيصبح يحط رجله على الأرض الدم هيجي على الأرض، أو هو واقف على الأرض رجله مرفوفة بشاش بس ينزل منها دم، هذا يحرم عليه أن يمكث في المسجد لأنه ينجس أرض المسجد بهذا الدم. ليس له ذلك أن يقع في المسجد، فليذهب إلى بيته لغاية ما يقف الجرح بتاعه ثم يأتي إلى بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا جاء وتبول في المسجد في قصة طويلة، فقام إليه الصحابة ينهرونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذرمهم بولته، لأنه خلص ما هو فضح فعل هذا الشيء، لا تذرمهم بولته. فتركوه حتى ذل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. المساجد مش مكان إنسان يتبول فيها أو مكان يحط فيها قاذورات بداخل المسجد، هذه الأشياء ليست مكانها المسجد، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة. ولاحظ إنما أسلوب القصر هذه أداة قصر، يعني فقط المساجد لهذا الشيء، ما زاد على ذلك لم تبنى المساجد لها، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمر رجلا من القوم فجاء برجل من الماء فشنه عليها، يبقى كافر هذا الشيء بالماء حتى يطهر أرض المسجد. يكره غرس الشجر في المسجد. المسجد مش معمول للزينة عشان نزوق المسجد، نحط شجرة هنا وشجرة هنا ونضيق على الناس ما يعرفوش يصلوا، لا، يحرم على الإنسان أن يضيق بيت الله عز وجل على المصلي. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحلق يوم الجمعة قبل خطبة الجمعة، الناس يقعدوا حلقة في المسجد، يقعدوا حلقة قرآن، حلقة علم، أي حلقة من الحلقات هذه يضيق على الناس المسجد، بعد هم في حلقة أي الناس مش لاقيين مكان لأن هؤلاء تحلقوا. ولكن قبل الصلاة منع صلى الله عليه وسلم، في غير ذلك من الأوقات لهم أن يتحلقوا لدراسة العلم. كذلك قال العلماء ويكره حفر البئر فيه بداخل المسجد، الناس تقع في البئر، الناس مكان البئر يضيق على الناس مكان الصلاة، ده أراضي داخل المسجد وليس بداخل المسجد. والآن لا نحتاج مثل ذلك لوجود دورات مياه في المساجد. يمنع أهل المسجد من الخصومة في المسجد.
ليس مكان أخذ الحقوق في المسجد. تعالوا نشوفوا شيخ المسجد يقضي لنا ويقعدوا وده يقول وده يقول ترتفع الأصوات. لا، المسجد مش مكان القضاء حتى يقضى بين الناس بداخل المسجد، إنما المسجد للصلاة. أبغض البلاد إلى الله أسواقها، أبغض البلاد إلى الله مكان السوق. لهيشات الأسواق التي منعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحدثها في المسجد، ليكم هيشات الأسواق. لذلك بنقول لإخواننا البياعين اللي بيبيعوا خارج المسجد، اللي كل صلاة بعد الصلاة يطلعوا حطهم الكتاب بجنيه، الكتاب مش عارف بتام إلا التسجيل بكذا، إلغوا مكان المسجد إلى سوق. اتقوا الله سبحانه تبارك وتعالى، لا داعي لرفع الأصوات. فكنت أنت بتبيع خلاص أعرض سلعتك، اللي عايز يشتري يشتري ويرفق يأكيد. أما التهليل والزعيق اللي بيحصل اللي بتولى صوره غير هنا، وعلى فكرة إحنا مش حاطين حتى خارج المسجد يبيع المسجد ولا شيء. ولعل بعض الإخوة بياخدوا السيديهات الموجودة في المسجد تطلع المسجد ببلاش. السيديهات بتاعة الدروس بتاعتنا كلها ما فيش حاجة تتباع في المسجد، كلها بياخدوها المسجد ببلاش. اللي بيبيعها بره بيها الحساب نفسه مش المسجد. إن بعض الناس يظن إن إحنا اللي بنبيع هذا الشيء، إحنا ما بنبيعش حاجة فيها، والحمد لله رب العالمين. بيبيعوا اللي بره بياخدوها ببلاش من المسجد وبعدين بيبيعوها بره. لذلك إذا كنت بتاخد الحاجة ببلاش وتباعها ما ترفعش صوتك وتأذي الناس. وبعضهم يا جماعة الناس بتصلي يقول لك ما خلص ما تخلص صلاة الفريضة، خلاص خلص صلاة الفريضة، يعني يطلع صوته براحته، مش مهم تصلي السنة، مش مهم اللي عايز يقرأ القرآن. فلذلك يا جماعة لما تلاقوا حد من البياعين يهلل بهذه الصورة حدش يشتري منه حد، عاقبوه بذلك. إنه إحنا نقول ممنوع ما ترفعش صوتك خارج بيت الله عز وجل. اللي يقف بالتسجيل يرفع التسجيل على آخره، قرآن أو حديث أو أي شيء عشان يجذب الزبائن. يا أخي رزقك حجيها بتهذا، لكن قدام بيت ربنا سبحانه وتعالى أو تبعد الناس اللي حوالين المسجد برفع التسجيل عالي. إذا كان حد بيفعل هذا الشيء عقوه، محدش يشتري منه شيء حتى يتأدبوا ويحترموا بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. وأحيانا بعضهم حد يقول له لا عيد كده يرفع صوته ويهلل له وما يعجبوش هذا الشيء. فلذلك نحذر البياعين اللي خارج المسجد، هنا بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، ما ينبغيش ترفع صوتك الحاجة بجنيه والحاجة بنص جنيه، تأذي المصلين اللي بيصلوا، تأذي النايمين المعتكفين، تأذي العايز يصلي نافلة أو يقرأ قرآن، مش عارف يعمل من صوتك أنت، أنت تسكت. لأن بنصلي صلاة الجمعة خلص الصلاة من هنا وتسمع الهيصة بتاعة البياعين اللي خارج المسجد. كان زمان يقعد بتاع الليمون وبتاع البطيخ وبتاع كذا، مش دول طلعوا لنا بتوع التسجيلات وبتوع الكتب وبتوع اللي رفع الصوت والتهليل بعد الصلاة. اتقوا الله سبحانه تبارك وتعالى، واحذروا هيشات الأسواق التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. هيشات الأسواق شر البلاد إلى الله أسواقها. ما تجبناش السوق عند باب المسجد، عند بيت ربنا سبحانه تبارك وتعالى. اتقوا الله في بيت الله. يمنع أهل المسجد من الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضال في المسجد. مش مكان نشد ضال. أحيانا بعض الناس يلاقي حاجة وبعدين يدخل جوه المسجد يا جماعة اللي ضاعوا كذا، هذا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا أحببت تقف خارج المسجد والناس وهي طالعة يا جماعة ضاعوا حاجة، عايز تذهب للغرفة الإدارة في المسجد هناك تديها لهم، واللي ضاعوا حاجة يروح هناك يسأل فيها، يبقى أفضل لك ولهم بهذا هذه الصورة. يبقى إذا أردت أن أنت تعرف يبقى خارج المسجد، إذا ما أردتش اذهب إلى الغرفة المسؤول. وليس للإمام، إمام المسجد مش هو المسؤول، مش هو اللي حقيقة تعرفنا في حاجة اللي ضاعت أو للآه، في ناس مسؤولين هناك. برضو بننبه على أمر الزكاة والناس المحتاجين أو كده، في ناس مسؤولة في المسجد، في لجنة موجودة. مال المسجد اللي نحطه صدقات ولا زكوات مع لجنة مسؤولة، مش مع إمام المسجد، إمام المسجد ما يوزعش حاجة. اللي بيجي حالته تعبانة كل يوم يجي أوراق، واحد جايب ورقة طويلة عريضة بيشكي فيها الحالة والظروف ومش عارف إيه، في ناس نعرفها وناس ما نعرفهاش. فهنا علشان نقول لا اصرفوا جدا اصرفوا ما ينفعش، لازم يروح لناس يبحثوا حالته اذا كان فعلا صادق ولا لا. انا اذكر مره واحد جانا في المسجد هنا، ويعني راجل شكله محترم وعنده حوالي 60 سنه وجايب اوراق مكتوبه بالانجليزي كلها، وفيها بيقول لي ان بنته عندها سرطان وان حالها صعبه وحالها تعبانه ومحتاجه العلاج ومحتاجه كذا، وجلس يبكي وهو بيوريني الورقه. شكله يصعب عليه، شكله يصعب عليه. اخذت منه الاوراق وقراها، هو مش عارف ان انا دكتور، هو مش عارف. طب نقرأ الأوراق اللي معاه، لقيت المريض اللي هو بيقول بنته عندها 58 سنة، 58 سنة مكتوب في الورقة. فبسأله دي بنتك دي؟ وهو بيبكي والله دموع عمالة تنزل منه بيبكي على الحالة له. قلت له دي بنتك دي؟ قال أيوه بنتي. دي بنتك دي متأكد إنها دي؟ آه بنتي. دي عندها 58 سنة وأنت لا، ده أنا أقصد دي أختي في الرضاعة، أختي صارت أخته في الرضاعة الآن.
فهنا الثقة كيف أثق الناس؟ لما يجي كل واحد جاي لي ورقة جايب عريضة بعد كل صلاة قلت أنا جاي مش عارف عندنا حالة وعندنا كذا، إذا لا ما أعرفش إن أنا أعرف هذا الشيء، ومش شغلتي أنا، أنا أبحث الحالات طالما في لدينا إخوة أفاضل مسؤولين عن هذا الشيء، فهم مؤتمنون على ما يأخذون من أموال من الناس يوزعوها في محلها. فلذلك رجاء إن مش كل شوية واحد جايب لي ورقة الحالة الفلانية، أحيانا بعض الناس يقول لي أنا لقيت ذا حالة كان في السوق ومحتاج وجبته لك، هتجيبولي أنا هعمل إيه؟ لا في لجنة، ودي للجنة هناك إذا كان، وبعدين أنت كلف خطرك طالما أنت جبته من السوق ابحث عن السوق، روح شوفه هل فعلا هو صادق ولا ليس صادقا، لكن مش إنك ترمي الحالة كده. وكثير من الناس أسهل حاجة عليهم إن عقلك أنت يرمي لك الحالة. واحد من المصلين بقى له يومين مش عارف أقابلك بقى لي كذا يوم، طيب أديت قابلتين، إيه المطلوب؟ ابنه بيشرب حشيش ويشرب مخدرات ويشرب مش عارف إيه وحاله صعب وحل لي المشكلة. قل لي بالله عليك ايه اللي هحل لك المشكله؟ ايه اعمله له؟ ابنك انت لم تربيه، ما عرفتش تربي ابنك، انا هربيه، ايه اللي هعمله مع ابنك هذا؟ ودي مصحه ودي دكتور نفساني، انت اجمع العيله واقعدوا معاه انصحوه، لكن ايه اللي انا ممكن اعمله له؟ وهنا يعني في حاجات في قدراتنا ان نعملها وفي حاجات ليست في قدراتنا، انما لو وقفنا بعد كل صلاه عشان المصلين اللي جايب لي بنته اللي جايب لي ابنه، واسهل حاجه على الناس واحد يجيب حل الصلاه يروح للشيخ يرقي، روح للشيخ ايه اللي هيرقي؟ روح دكتور نفساني يعالجه يديله علاج، وكثير من الناس بيروحوا ياخذوا علاج وربنا بيشفيهم سبحانه وتعالى. فهنا يعني بلاش التكاسل، بلاش رمي الحاجه على الغير اللي يجي لي يقول لي انا جبته لك من السوق والله لغايه عندك جايبهولي، هعمل بيه ايه اللي هو المشروع او اللي هو اللي كان بيشرب حشيش ولا بيعمل بيه ايه؟ وديه للدكتور يعالجه او شوف اذا كان محتاج لمساعده او كده يبقى في لجنه تعمله، لكن ما تضيعوش اوقات الناس ان كل شويه واحد يبقى حد يخبط على البيت في نص الليل في اول النهار قبل الفجر طول النهار على هذا الشيء، وبعدين تزعلوا لما نقول يا جماعه لا مش فاضيين، لما اخ من الاخوه الافاضل يا جماعه خلاص حرام عليكم خلي الراجل يبقى تعبان عليه يعمل، لكن ابو دي جارد التعب ابو دي جارد لا حول ولا قوه الا بالله، يعني يا اما نقعد اليوم بحاله للاخوه نسمع الكلام الفارغ بتاعهم، يا اما يبقى في ابو دي جارد اللي موجود الكلام الفارغ، واللي بيقول هذا الشيء تنسى فيه ولا حول ولا قوه الا بالله، يتسافه بالشيء. واحيانا بعض الناس يجوا يطلبوا اموال من اللجنه، اللجنه في يوم ما يستاهلوش ما يدهمش، يقوم يطلع يقول لهم ايه؟ يقول لك دول حرامين، دول بيسرقوا فلوس الجامع، دول بيعملوا كذا، وقد يكون يصلي معه يبقى دقنه قد كده، ويقول لك دول حراميه وبيسرقوا ولا حول ولا قوه الا بالله. هو النفاق اللي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم هذا الشيء؟ عرفتم المنافقين؟ ومنهم من ايه؟ يلمزك في الصدقات، ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يلمزك في الصدقات، فان اعطوا منها رضوا، وان لم يعطوا من اين هم يسقطون؟ يسقطون، فيجي الواحد منهم يقول لك ما تدوني اشمعنى انا؟ اشمعنى انا؟ لا تستحق، لا تستحق، لا يبقى انت حراميه، يبقى انت كذا، يبقى انت كذا، منافق، منافق، احذروا من النفاق، احذروا من النفاق، خصال سيئه فيها شر ترضي صاحبها في الجحيم والعياذ بالله، انه يا اما ياخذ اللي هو عايزه يا اما يشتم في الناس ويقع في الناس. ومهما يشتم الناس الحمد لله المسجد بفضل الله عز وجل ربنا موفق القائمين عليه للخير، ونسأل الله عز وجل أن يديم التوفيق وأن يبعد عنا كل شر وأن يلهمنا كل خير سبحانه وتبارك وتعالى. المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، نعمل على رقي المساجد، على احترام المساجد، على ان احنا نوقر اهل المساجد اللي بيتعبوا انفسهم من اجل الناس. شوفوا اخوانكم في لجنه الزكاه ازاي بيحضروا في هذه الايام، قاعدين ليل نهار يعبوا الحالات اللي انتم دافعين لهم ثمنهم علشان يوزعوا على الفقراء، يبحثوا الحالات ويوزنوا الحالات ويعبوا تعب شديد جدا، تعب شديد جدا. نرحم هؤلاء وندعو لهم ان يعينهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. شوفوا اخونا اللي ماسك المكنه، كان الشيخ ناصر ماسك المكنه قبل كده، جاله الضغط وجاله السكر منه، وقفته على المكنه، وقفه رعب مرعوب، الواقف على المكنه يعديها يوقفها خايف. اخونا النهارده في اللي في جده، اتخيل موقفه هو الصوت اتقطع، كلنا عايزين نقوم نزعق له قطع الصوت، لكن حبيب الله هو فين؟ غصبا عن حصل هذا الشيء، يقوم يتبرجل ما يعرفش طلع من الصلاه عشان يظبط لنا الصوت. امثال هؤلاء نشفق عليهم، ندعو لهم ان يعينهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وان يعطيهم الثواب على قدر ما يبذلون لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، وما نقعدش للنقد، اللي نقعد ننقد 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 في الناس
لا دول بيلعبوا ولا لا نريد منكم جزاء ولا شيء تدفع لي حاجه خفف عنهم حاجه، لكن هم بيدفعوا لبيت الله عز وجل، يبذلوا الوقت ويبذلوا الجهد ويدفعوا المال ويتعبون انفسهم من اجل بيت الله سبحانه، هؤلاء يستحقون ان ندعو لهم ان الله عز وجل يتقبل منا ومنهم وان يرزقنا واياهم جنته ورحمته. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.